السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة. بهذا الفيديو رح نحكي لكم عن آخر التطورات أو آخر أحداث اللي صارت على فورتنايت. هلا أنا فتحت اللعبة فطلع في تحديث، فدورت على صفحة إيبك جيمز وعلى فورتنايت، دورت على كل شيء ما في تحديثات. فالمهم رح أحكي لكم شو المضمون من التحديث، أنا دورت عليه بالموقع حتى لقيته. مثل ما انكم شايفين هو موجود تقرير انقاذ العالم، طبعا هي بس لطور طور سيف ذا وورد او انقاذ العالم او طور الزومبي حسب ما تسموه. مثل ما بتعرفوا في عنا الصقيع له درجات، فهو عم بيقول لك تحدي صقيع فورتنايت الاخير، يعني هذا اخر واحد من الصقيع، يعني هذا اخر واحد من السلاح رح ينزل عنا في هذا الطور، في طور الثلج، يعني بطور الصقيع هذا اخر سلاح رح ينزل عنا حتى ناخذ قوس اسمه انبوب الفراغ. يعني حسب ما مكتوب انه رح يجي يكون مثل العشب المتجمد، يعني تكون الارض دايما مجمده وضلع بتسحط عليها يمين يسار. المهم هلا بنشوف شلون رح نحصله وشوف التحدي تبعه. انشغلت هلا اللعبه. بالاضافه بقى يقول لك هون بحكي لك عنه شلون رح يكون قوته، يطلق السهم مع مرور الوقت ويزداد ضرر من الطاقه والسرعه مع وقت الشحن، كل ما شدت اكثر كل ما يعطيك اكثر. وبعدين رح ارجع لك كمان ساره، طبعا ما بعرف يمكن هي عندنا منها ما بعرف. المهم بس انا الاهم شيء الخبر المهم اللي حبيت ارجع لكم فيه رح يكون عليه انه هذا هون في بعض منا انا والناس، يعني دخلت طلعت لقيت الحقيبة طاير نصها، او في ناس دخلت طلعت لقيت الحقيبة رايحة نصها، او في عدة مشاكل. المهم فيقول منحة المستودع، منحة محو المستودع، طبعا اللاعبون الذين تأثروا بحقائبة الظهر ومحو التخزين سيتم منحهم عناصر وفقا لمستوى الحساب. هذه المنحة قائمة على مستوى الحساب اللاعب، وتتضمن حزمة كثير الناس بعدت لي انه فعلا طارت اسلحتها، في ناس ما ضل عندها اي شيء. فمنحة هاي راح تعطيهم موارد بناء، موارد من كل شيء حتى يقدروا يكملوا اللعبة، يعني شمال مثل ما يقول كش نفسه انه كان عندهم جمعين وحابين هيك، فاهم عم يعطوها المنحة مشان الكل، لان في كثير ناس ضيعت كثير شغلات وانا من الناس ضيعت كمان، بس ما شيء يسكر يعني كثير مهم بالنسبة لي، فلذلك حابين يساعدوا الناس للموضوع هذا. هلا نحن هون شغلت اللعبة، خلينا نشوفها، خلينا ندخل على السيف ذا وورد نشوف رح يعطونا شيء من المنحة ولا ما رح يعطونا. والله شكلي غلطان، ما في من المنحة عادي. والله بعد ما فتحنا اللعبة يطلع ما في منحة لي. طبعا هون بعد ما فتحنا اللعبة عم ندور على التحدي اللي تونا جتكم اياه السنايبر، شكله ما رح ينزل لبكرة، مو بكرة خميس الساعة 3:30 الصبح او الساعة 2 حسب التوقيت الدولي اللي انت فيها. المهم حسب وقت تحدث الايريم شو رح ينزل التحدي. بناء على ما تقدم بانه ما اجانا شيء مهم، فحابين ننهي هذا الفيديو بكم لامه من لامات هاي شو اسمها لامه قمريه، لامات تبع الحدث الصيني، يعني تقريبا عندي 5 لامات رح نفتحها هاي عشان يكون الفيديو شوي مقبول، يعني ما يكون قصير خالص. وهلا خلينا نبلش نفتحهم لنشوف ايش متضمناتهم وايش اللي فيهم. طبعا هاي الخمسه هلا شرف اخر المتابعين اللي اجوا تقريبا شي 250 صاروا ضافوا زيادة، فهي على شرفكم مشان ضلوا تتابعونا وتعملوا لايكات وتعملوا اشتراكات وتدعوا اصدقائكم وتدعوا الناس، تحطوا تعليقات حلوة وجميلة مثل حكايتكم وتحكوا لنا عن افكاركم واللي انتم تحبوه مشان تطور القناة ونتطور يعني. وهلا باول لامة رح نفتحها، فحتى انتم تعرفوا كمان ايش حيكون مضمونه، طبعا ما رح يكون مضمونه شيء مهم جدا يعني، بس هو ما عندي انا منهم، بس يعني لازم نفتح لنشوف ايش حيطلع حظنا جيد ام باد. اول وحده بيض. انا غلطان شيء باللامه. اثنين ما عندي منهم، طب خلينا ناخذ هذا، يعني لحد الان يعتبر بيض. هاي الثالثة طبعا بيض، بارك الله بيض. يمكن عندي منه هاتي، يمكن مش واثق. الله يلام الأخيرة وكون هون خلصنا الفيديو إن شاء الله. الله يطلع لنا شيء عذابي يا زلمة، ليجندري واحد بس. ماكو. أوه قزفر بجيل. مع إنه عندي. طبعاً اللي بده يسأل شلون بيتكسروا هدول هيك بشكل مباشر، أعطيتهم على التدوير في فيديو عليهم خاص بتنزلوا بالقناة وراح أحط لكم إياه أنا بالبطاقات، راح تشوفوه تقدروا تكبسوا عليه تتعلموا شلون أنا عملت هذا الإشي بشكل سريع. بس بالتأكيد
كله تكسر وما توجع راسك ما راح يشيل عندك على الحقيبه. المهم ان فيها بالنسبه للسهم اللي توني فرجيتكم اياه ممكن بكره الساعه 3 اتوقع راح ينزل هذا التحدي عشان تكونوا جاهزين وتلعبوا مباشر. ما عندي انا موضوع عنه شو هي التحديات شو متضمنه، بس ما اتوقع حتكون كتير طويله يعني مثل الاسلحه اللي اجت قبل انه 30 دقيقه لازم تصمد بس كلمه هنالك هذا نطلب منك بس. ان شاء الله بنلعبها ونشوف شلون السلاح ونجربه. طبعا انا الاسلحه ما عم بجربها لانه في كتير شباب اساطير مثل زورو مثل موديد نزلوا كتير وحكوا عن هذا الموضوع هذا وحكوا عن الاسهم، فلذلك انا ما عم بحكي عنها لاني مثل ما يقولوا هن اصحاب الخبره اكثر مني. يعني شو ما قلت انا محترف في اللعبه هن محترفين اكثر مني وعندهم خبره وادراك اكثر مني، فالناس هنيك عم تسوي عنهم عم تسوي هنيك تجارب عم بجربوا عن الاسلحه، فلذلك انا ما احب اتطرق مره ثانيه الى الموضوع. وبس بيكون هون وصلنا نهايه الفيديو، لا تنسى تحط اللايك والاشتراك تستنانا كل يوم فيديو جديد وحلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.